ليس إعداء الجليس للجليس، ليس إعداء الجليس الجليس بمعاشرته فقط، بل بالنظر إليه. يعني يؤثر الإنسان في غيره بالنظر. الإنسان إذا صار نظره إلى بطالين صار بطال، لكن إذا حفظ نظره من ذلك لم يقوى هذا المعنى في قلبه. لذلك إذا تأملت عبادة حفظ النظر التي كانت عند السلف تجد فيها هذا المعنى، أن إشغال النظر بغير ما ينفع إفساد للقلب، ومن جملة إشغاله أن ينظر الإنسان إلى أهل الوقاحة وسيئ السمعة والسفهاء والبلداء، فهذا يطبع في قلبه صورتهم، وهذا مما بلي به الناس، ومنهم طلاب العلم في وسائل التواصل الاجتماعي الموجودة اليوم، فكثير منها يتناقل أشياء من أحوال أهل الوقاحة وسيئ السمعة والسفهاء والبلداء والأغبياء، فإذا استحكم النظر فيها مرة بعد مرة انجرت هذه العلة إلى الإنسان حتى صار يستسيغ مثل هذه الأحوال، ثم ربما صار يقع فيها كما وقع فيه غيره. لكن من حفظ نفسه من النظر إليها حفظ قلبه، فلم يجد النظر مدخلا إلى القلب في مثل هذه الأشياء. ومن فتح هذا الباب على قلبه تسلل إليه هذا الداء حتى يقوى فيه.